معالي السيد وزير الموارد المائيه المحترم، تم زياره موقع سد السامراء هذا اليوم بصحبه مجموعه من الاخوه الساده المدراء عامين في الوزاره، السيد مدير عام هيئه السدود ومدير عام شركه العراق، وتم الالتقاء بالساده اعضاء مجلس محافظه صلاح الدين لغرض دراسه توسيع القناه الفيضانيه والتهيئ للموسم الفيضاني المقبل، وتم التباحث مع السادة المسؤولين بخصوص طريقة العمل. أما بخصوص الجسر الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الإسكان والإعمار، فبالإمكان الأخوة التنسيق مع وزارتنا ومع إدارة سد السامراء بخصوص تقليل الطاقات المائية، وبالإمكان برمجة تنفيذ الأعمال من قبلهم ليتزامن مع تنفيذ الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل وزارتنا لغرض إزالة الترسبات، واللي من الممكن أن يتم من خلالها تخفيض الطاقات المائية في قناة فيضانية.